لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. يا اهلا وسهلا. طيب قاعدة بعمل كوكيز، نفسهم في كوكيز. فالكوكيز اللي انا اعملها بالزبدة البنية. الزبدة البنية عبارة عن ايش؟ عبارة عن زبدة نذوبها ولما يتغير لونها وتبدأ ريحة تصير زي المكسرات، هتلاقوا لونها بدأ يصير على ذهبي كده شوية وتبدأ الريحة تتغير معاكم، يعني مو ريحة زبدة لا ريحة كده شوية مكسرات، خلاص تصير جاهزة معاكم. فالحين قاعدة بستناها لأنه كمية كبيرة فهتاخد شوية وقت معايا عبال ما يتغير لونها، بس لازم أوقف عليها لأنه تعرف كيف الزبدة مرة بسرعة تنحرق. شوفوا في النهاية لما يبدأ يتغير لونها تقريبا هتلاقوا مرة في رغوة كتير. طيب أوريكم كيف بدأ لونها يتغير، شايفين كيف لونها بدأ شوي يتغير، ولازم نقرب ونشم كمان عشان نتأكد. خلاص الحين تقريبا رافقوني ولا تنسون الشير والقلب، هذا سووه أحمر، ولايكم وتعليق حلو من عندكم، قولوا لي من وين تتابعوني.